ركبنا بالسيارة وما عرفنا لو بدنا نروح بيتنا، انكسر الإزاز عنده ما عرفنا لو نروح وعيالنا وعلقنا بالعزقة، ولا أكل ولا شرب غير لقينا أكل وشرب بقت الدكانة. كان في نزوح كثيف جدا لدرجة إنه نحن من النبطية على صيدا بالعادة بتاخد 3 ساعة المسافة بالسيارة، أخذت معنا فوق 10 ساعات لقدرنا نوصل على صيدا. ضل اسمع أصوات مش حلوة وهيك، وبضل اسمع أصوات كتير كتير مش حلوة. وصلنا على صيدا وقضينا ليلة هون، كانت قرايبينا ورجعنا، رحنا على باربور وصاروا ضربات هونيك ببيروت يعني، وطارينا نجي لهون على الشوف وبالزور لقينا بيت نستأجره. كان أجارهم بحدود 800 و 850 دولار، زائد أكيد هن شقة مش مفروشة، زائد كان بدهم سلفة شهرية مسبقة 2 شهر. كنا أخدين قرار أنه نرجع على بيتنا لأنه بطلنا نلاقي مكان لحتى نروح نتقاوى فيه، وتعرض بيتنا للقصف من 3 أيام وفقدنا البيت اللي هو يمكن كان الأمل الوحيد أنه نرجع نشوفه بعد الحرب. وأول ما رحنا بابا جاب لي آخر شي هون باقي بالبيت عنا، وبيتنا كله بدمر وراح، ما بقي غير هيدا. تحولنا من ناس مهجرين بالحرب ومهجرين بعد الحرب. وهلا كيف عم تقضي وقتك هون؟ ولا شيء، قاعدين عم نشوف الاخبار، عم نشوف على قرايبنا اللي باقيين اذا مناح. كل يوم انا بفيق الصبح بلاقي هون الاولاد عم تجهز حالها بتروح على المدرسه وانا مش عم اروح على المدرسه. نحن كلنا بضمان التعليم هون، وكل شوي بيطلع وزير التربيه كمان بيحكي عن التعليم اونلاين وحضوري، ونحن والله ظهرنا من بيوتنا اللابتوب منه معنا، هيدا اللي حملناه، حتى تياب اشترينا من مطرح ما وصلنا. فهيدي بتزيد عليكي هم، عليكي وعلى الاولاد، انه وين عايش، وين السياسيين عايشين، وين نحن عايشين. عن جد جزء كتير كبير من ذاكره الشعب اللبناني انمحى بثواني. عم نحس انه نحن مش بس عم نخسر ارواح، نحن عم نخسر عن جد هويتنا الثقافيه، وهذا الشيء عن جد مؤلم. كفى